يعني احنا من اغرب السرقات اللي شفناها هسه بهذا عصرنا خاصه بالعراق قضيه سرقه القرن. يعني هذه هاي اللي هاي لحد الان انه الشعب فعلا انه يصير بقضيه يعني يخضع لهي العمليه مال التنويم المغناطيسي، الشعب نايم ينسرق بهاي الطريقه. وبالاضافه لذلك هسه سرقه كبيره هسه حاليا انه من الشعب العراقي التنويم المغناطيسي طبعا ممكن، لان ما معقوله انه هذا كل هاي الاستياء من الحال انه ما زال الشعب انه ساكت وما محرك ساكن.